اه طيب، احنا دلوقتي معانا على التليفون واحنا بنتكلم عن مسابقة 2003 كابتن كرم مرسي المدرب العام لمنتخب مصر 2003. تحياتي ليك يا كابتن كرم ومنور قناة الاهلي. حبيبي يا كابتن مصطفى، تحياتي ليك ولضيوفك الكابتن تامر والكابتن مصطفى مخلوق. وهما معايا دلوقتي النهارده احنا بنتكلم عن مسابقة 2003 وحضرتك المدرب العام. قول لي يعني شفت مسابقة 2003 السنة دي ازاي، خاصة بطولة قوية، بطولة جمهورية وأفرزت يعني عديد من المواهب. أولاً بطولة طبعاً مسابقة السنة دي ناجحة عن الموسم اللي فات، يمكن في انتظام المباريات. السنة اللي فاتت كان في توقف كتير، إنما السنة دي لا، في انتظام رغم الضغط بتاع المباريات، بس في انتظام في البطولة. وفي تابعنا المباريات كلها، يمكن الجهاز الفني الكابتن محمود والكابتن حمدي حمدان والكابتن هاب جلال، تابعنا المباريات كلها وشاهدنا التطور، يعني التطور في مستويات اللعيبه وحراس المرمى على الموسم اللي فات افضل بكتير يعني. ونجاح البطوله ان هي افرزت لنا عناصر كتيره جيده، يعني تطورت يعني السنه اللي فاتت، وشفنا ناس جديده السنه دي، ويمكن ظهرت في كاس الرابطه مع الفريق الاول مع انديه الدوري الممتاز. شفنا اغلبيه الفرق استعانت بلعيبه من 2003 ان هي تلعب في الفريق الاول في كاس الرابطه، وطبعا كان منهم النادي الاهلي في اكتر من عنصر، ومنهم مصطفى كان موجود في الفريق رأفت الاول، خليل كمان كان موجود، ورأفت خليل وشرقيه ويوسف شريف كانوا موجودين مع الفريق الاول في الفتره بتاعه كاس الرابطه. فيمكن البطوله دي قوتها والمنافسه اللي كانت موجوده افرزت مجموعه اللعيبه دي، وحصل تطور في مستوياتهم. بتبقوا سعداء لما بتشوفوا لعيبه من الانديه بتشارك مع الدرجه الاولى، بتبقى بطوله اقوى، خبرات اكتر، هتساعدكم انتوا كمدربين وكجهاز فني في منتخب مصر. كابتن اسامه، احنا نمره واحد حتى لو في المستويات اللي هي الاقل ممتاز به او كده، احنا بنبقى سعداء ان اي لعيب بيلعب في الفريق الاول. تخيل ان انت عندك عنصر اكتر من لاعب موجود معاك بيلعب في الفريق الاول، دي احنا شفناها، ويمكن بدايتنا معاهم غير دلوقتي، يعني بدايه السنه اللي فاتت او الموسم اللي فات مع اللعيبه لا، حصل تطور، ولما لعبوا مع الفريق الاول حصل عندهم ثقه وثقه في نفسهم اكتر، وان هم حسوا ان هم قريبين ان هم يبقوا في العناصر الاساسيه في الفريق الاول، او ان هم يتمرنوا مع الفريق الاول. دي استفاده لينا قويه جدا، حتى بتوفر علينا حاجات كتيره قوي في التجمعات بتاعتنا. الفترة اللي جاية بعد انتهاء بطولة 2003، التجمع اللي جاي امتى والمباريات الدولية كمان؟ احنا ان شاء الله عندنا تجمع يوم 21/5 يوم السبت الجاي ده ان شاء الله. هنعمل تجمع معسكر مفتوح اليوم 30، وبعد كده هندخل معسكر مغلق. يمكن بدأنا بدري السنة دي على اساس ان احنا عندنا ان شاء الله البطولة العربية من 20/7 ل 5/8 هتبقى في السعودية. فان شاء الله البدايه بتاعتنا السنه دي افضل، تبقى افضل من الموسم اللي فات. يمكن كان في تاخير في نهايه البطوله السنه اللي فاتت، لا احنا بادئين السنه دي بدري جدا. ان شاء الله يبقى اعداد كويس للعيبه، وان شاء الله البطولات اللي جايه زي ما قلت لحضرتك ممكن يبقى في غالبا مباراتين دوليتين مع الاردن شهر 6، او ان احنا ان شاء الله هيبقى استعدادنا للبطوله اللي هي العربيه ان شاء الله 20/7 ل 5/8 في السعوديه. كل التوفيق يا كابتن كرم، ان شاء الله خلال الفترة القادمة. بشكرك شكرا جزيلا.